أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: رجل توضأ ثم بعد غسل رجله اليمنى قام ولبس الجورب، ثم بعد غسل رجله الأخرى اليسرى قام ولبس الجورب الآخر، فهل فعله هذا صحيح؟ ما في بأس، لكن ما يمسح عليهما، ما في بأس يلبس الجوارب كيف يلبس يلبسهم على أي صفة، لكن إذا أراد المسح عليهما فلا بد أن يغسل رجليه أولا ثم يلبس الخفاف أو الجوارب ثم يمسح عليهما. من شروط المسح على الخفين ونحوهما أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أنه لا بد من كمال الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولما وصل إلى الرجلين أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزعهما عن قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. فقوله أدخلتهما طاهرتين دليل على أنه لا بد من كمال الوضوء قبل لبس الخفين أو الجوربين. نعم، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.